طيب عندي فقرة نمبر 1 كباتن، يمكن احنا بوقتنا بينتهي فاخدها مع حضراتكم بسرعة. افضل لاعب في الاتحاد امام طلائع الجيش من خلال رؤيتكم النهاردة المباراة، مبلول ولا خالد الغندور ولا احمد عادل ميسي؟ كابتن مرعي مبلول، وانا برضه مبلول. افضل محترف عربي الموسم ده هنا في الدوري المصري، رزق حمرون فاركو ولا الياس الجلاصي المصري ولا عبد الرحيم دغمون برضو المصري؟ كابتن مرعي الجلاصي. جلاصي غالي. تمام. افضل محترف اجنبي بلاتي توريه بيراميدز، علي ديانج الاهلي، مامادو ديانس المقاولون. انا بحب توريه قوي بتاع بيراميدز، ديفندر عالمي. هايل. وده شايفه ان هو ممكن يلعب اهلي وزمالك لان هو عنده ثبات انفعالي هايل. تمام. والي بص، هو يعني هو ديانج بس مشكلته ان هو دلوقتي الفتره دي هو مش فايق، انما انا عندي ديانج. افضل صفقه للاتحاد كابتن مرعي كابتن والي، محمود علاء، اوستن اوموتو ولا المهدي سليمان؟ انا شايف المهدي سليمان فرق جدا مع نادي الاتحاد السنه دي في حراسه المرمى. طبعا. تمام. محمود علاء. هداف السنه دي. عامل طفره في نادي الاتحاد، ابتدى يرجع زي ما كان مع ناس الزمالك في البدايه. طيب افضل صفقه في الانتقالات الشتويه بشكل عام يعني، حسام حسن لسموحه ولا محمود وادي لطلاع الجيش ولا مروان عطيه للنادي الاهلي؟ انا شايف مروان عطيه صفقه هايله ناجحه جدا للنادي الاهلي. مروان عطيه. مروان طبعا لاعب كبير. ماشي. افضل مدرب في الدوري لغايه دلوقتي كولر، كان شو غريب ولا علي ماهر؟ انا شايف زوران بتاع الاتحاد. ينفع اختار واحد بره ومن ثلاثه؟ انت خلاص اخترت الواحد اللي من بره، لكن قول لي واحد من دول. علي ماهر. انا علي ماهر، كابتن علي عامل فرقه كبيره. كابتن علي ماهر. تمام. طيب الافضل لتدريب المنتخب كان يعني خلاص المنتخب الشباب خلاص يعني الفتره اللي جايه بقى، لو تم اختيار مدرب لمنتخبات ناشئين وشباب لازم يكون اسماء شايفينهم، وهل ممكن يكون كابتن طارق مصطفى وميدو ولا مدرب اخر؟ انا شايف طارق مصطفى متابعه في الدوري المغربي، فاروق عامل نتائج هايله هايله، وشايف ان طارق ماشي بمستوى كويس، وشايف ان هو ممكن ياخد فرصه مدربين الشبان اللي ان شاء الله يبقى ليه مستقبل هايل. حقيقي. كابتن انا شايف كابتن علي ماهر. علي ماهر مدرب اخر.